السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الفيديو ده وكان فيديو جايين هنبدأ نتكلم عن الالجوريزمز بس في البايثون. على فكرة احنا ماشيين بتسلسل من اول ويك 1، من اول ما درسنا السي، طول الفيديوهات اللي فاتت في البايثون كان ماشي بالترتيب، واحدة واحدة ياخد العناوين الرئيسية كده اللي احنا اخدناها في الويكس بتاعت السي ويبدأ يحولها لك للبايثون عشان تعرف اهم المواضيع دي في البايثون بتبقى ازاي. دلوقتي احنا وصلنا لويك 3 للالجوريزمز، والفيديو ده هنتكلم على اللينير سيرش. طبيعة اللينير سيرش بعيدا عن الأكواد خالص هي إن أنت لو عندك مجموعة من العناصر زي العناصر دي كده، لو أنا قلت لك دور في العناصر دي وطلع لي مثلا رقم زيرو، فأنت لو مشيت بطريقة اللينير سيرش أو البحث الخطي هتمشي على عنصر عنصر وتدخل هنا زي ما شفناها كده في الألجوريزمس، تفتح الخزنة بتاعت الجزئية دي. هل ده رقم زيرو؟ لأ. هل ده رقم زيرو؟ لا، هيمشي واحدة واحدة على كل العناصر لحد ما يوصل للعنصر. لو انت حظك حلو ممكن تقابله أول عنصر خالص بتدور فيه، لو انت في الورست كيس في أسوأ الأحوال هتلاقيه في آخر عنصر خالص انت بتدور فيه. هي دي اللينير سيرش. طيب تعالوا بقى نشوف الإكزامبل اللي احنا خدناه في السي ونشوف ازاي حولنا الإكزامبل ده للبايثون. تعالى كده نشوف الإكزامبل ده في السي. احنا كنا عندنا مجموعة من العناصر اللي هي الأرقام، كانت هي دي الأرقام اللي احنا بندور فيها. وبعدين كان أنا مثلا بقول للكمبيوتر للكومبايلر أنا عايز أدور على رقم زيرو، هل رقم زيرو موجود في العناصر بتاعتي؟ علشان أستخدم حاجة في السي كانت بتضم مجموعة من العناصر كنت بستخدم الأري، وكان لازم أكتب هنا السايز أو الحجم بتاعها، أو لو هسيبه فاضي بعمل له initialize للحجم بتاعها بالشكل ده، بحط له العناصر اللي جوه بالظبط، فهو اوتوماتيك بيبقى عارف عدد العناصر او الحجم بتاع الاري دي. وبعدين بعمل فور لوب واخلي الفور لوب دي تمشي على عدد العناصر واحد واحد. هنا انا عملته اقل من 7 علشان عدد العناصر هنا يمشي عليها كلها. وبعدين هقول له هل النمبرز اي، هل الاندكس اللي موجود في الاري اللي اسمها نمبرز فأول عنصر هنا هو اللي بيساوي زيرو؟ لو بيساوي زيرو طلع لي على الشاشة كلمة found. لو الشرط ده متحققش هيرجع تاني يمشي في اللوب ويشوف العنصر اللي بعده، وهكذا وهكذا لحد ما يخلص الليست كلها. لو الشرط ده اتحقق ولقاه return zero، خلاص اخرج بره العملية، تمت بنجاح واخرج بره المين فانكشن خالص وطلع لي على الشاشة كلمة found. لو انا عملت تكرار لكل العناصر وما لقيتش الرقم اللي هو زيرو، ساعتها هيجي يخرج بره اللوب هنا يقول لي خلاص print if not found و return one في error، انا عندي error، البرنامج ما تمش العمل معاه بنجاح. تعالى كده نشغل البرنامج ده make numbers قال لي found، لان الرقم زيرو اللي انت بتدور عليه جوه لستة العناصر بتاعتك. علشان أعمل حاجة زي كده في البايثون، حاجة بتضم العناصر هستخدم ليست وهسميها numbers، وبعدين بكل بساطة هقول له هل if zero in numbers، لو الرقم zero اللي أنا بدور عليه موجود جوه الليست بتاعت numbers طلع لي على الشاشة كلمة found. وبعد كده بقول له sys حولت نفس ال return zero هتبقى sys.exit zero، خلاص تم العملية بنجاح. برنت لو ده كله مشي على الليست بتاعت النمبرز كلها والزيرو مش فيها هيحصل ايه؟ هيطلع لي على الشاشة كلمة برنت نوت فاوند، وبعد كده هيبقى البرنامج ما تمش العمل معاه بنجاح او في مشكلة او مش المتوقع منه ان هو يطلع. تعالى كده نجرب بايثون numbers dot py قال لي فاوند، خلاص لقى النمبر زيرو جوه الليست بتاعتي. كنت بقدر برضو استخدم اللينير سيرش الجوريزم او الفكر بتاع البحث عن طريق الشكل الخطي مع الاسماء زي الاكزامبل ده كده. كان الاكزامبل ده انا عندي بدل ما كان الاري بتاعتي بتحوي ارقام صحيحه زي كده، لا هي كانت الاري بتاعتي فيها سترنج وكان فيها اسماء، وبعد كده كنت بقول له ادخل لي جوه اللوب وامشي على الاري بتاعتي عنصر عنصر، وبعدين شوف هل النيمز اي العنصر الاولاني اللي موجود جوه الاري بتاعت النيمز
هو بيساوي الاسم اللي انا بدور عليه اللي هو ران في الحالة دي. وطبعا كنا بندخل في قصة كبيرة قوي كده ان السترينج ما هو الا بوينتر بيشير لحرف، فكان لازم ما اقدرش اعمل كومبير لتو سترينجز كده بكل بساطة، لا انا لازم اعقد نفسي واستخدم الفانكشن بتاعة سترينج كومبير. طبعا كل الكلام ده انا قلته قبل كده كتير جدا بس انا بقول سريعا، فكان لازم استخدم الفانكشن بتاعة سترينج كومبير واعمل مقارنة بين الاندكس اللي موجود في الاري بتاع النيمز هنا وبين الكلمة اللي انا بدور عليها. وساعتها لو هي بيساوي بعض equal zero يبقى طلع لي على الشاشة كلمة found، لو لا مش الاسم ده مش موجود في النيمز طلع لي على الشاشة not found. لو انت جربت كده تشغل البرنامج ده make names هتلاقيه طلع لك على الشاشة كلمة found، نفس الحكاية بالظبط بس بأسهل بكتير. هنا انت بكل بساطة بتقدر تعمل مقارنة بين two strings بدون أي تعقيدات. فبتعمل ايه؟ هيبقى عندي list فيها مجموعة من ال strings فيها الأسماء بتاعت أصحابي، وبعدين هقوله هل ال string اللي اسمه run جوه ال list اللي اسمها names؟ if run in names print found else print not found. خلاص خلصنا. بص كده بايثون names.py found، ودي من المزايا اللي اتكلمنا عنها قبل كده في البايثون في الكام فيديو اللي فاتت، ان البايثون بتحلك المقارنة بين two strings عادي جدا. تعالى كده نزود دي رونالد ونشوف هل هو هيحس بالفرق ده. بص كده not found، فهو البايثون مش بيعمل تشيك على اول كام حرف بس، لا هو بيشوف هل التطابق متماثل 100% ولا لا. احنا كده خلصنا الفيديو ده وعرفنا ازاي بنعمل الالجوريزم بتاعت اللينير سيرش في البايثون وعرفنا الفرق بينه وبين السي. يا رب يكون الفيديو مفيد بالنسبه لكم، استنوني في الفيديو اللي جاي بنشرح حاجه جديده. شكرا ليكم، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.